الحقيقة. ربنا يحفظنا. هنا مدفون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا مدفون عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين. يعني هنا مدفون المؤمنين والصحابة، وهنا مدفون المنافقين بتوع المدينة. هنا مدفون كل الناس اللي جات ومات في ماتت في المدينة على مدى 1400 سنة وهم جايين في عمرة أو في حج. هنا مدفون أهل المدينة، الله أعلم حال كل واحد منهم إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنت واقف في مكان كل قبر من آلاف القبور اللي حواليك ديت، إما فيه نعيم وإما فيه عذاب. يا ترى أنت دلوقتي لو مكان الراجل اللي اتردم عليه الاتنين أو التلاتة متر التراب ده واتحط في حفرة بالجنب، وبعد كده اتحط عليه الحجار، وبعد كده أهيل عليه التراب، لو أنت مكانه دلوقتي كنت تتمنى إن ليلة امبارح دي تبقى حالك في إيه؟ كنت تتمنى إن أنت الشهر اللي فات كان يبقى حالك في إيه؟ كنت تتمنى إن أنت النهاردة بالنهار كان يبقى حالك إيه؟ كنت تتمنى إيه القرار؟ بص يا إخوانا، أخطر فكرة ممكن تخرج بيها من هنا، أخطر فكرة إنك أنت تقف قدام قبر من هذه القبور المفتوحة أو المغلقة وتقول لو القبر ده اتقفل عليا الليلة، إيه الحاجة اللي أنا كنت هندم عليها؟ الحاجة اللي أنت كنت هتندم عليها هي دي الحاجة اللي لازم تغيرها فورا. إيه الحاجة اللي أنا هندم إن أنا ما عملتهاش؟ يبقى دي العبادة اللي لازم تعملها فورا. إيه الحاجة اللي أنا كنت هندم إن أنا عملتها؟ يبقى دي المعصية اللي أنت لازم تسيبها فورا. هنا ما ينفعش إنك تدخل هنا وتخرج من غير ما تاخد قرار في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام جثى على ركبتيه هنا وقال لمثل هذا فأعد، وسالت دموع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأصحابه هنا، وكان يأتي إلى المقابر. أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كثيرا ما يعني يعد الصحابة على القبور أو ناحية القبور أو يقف أمامهم وهم يمرون على القبور. المفروض إن القبور دي تبقى مكان أنت كل ما تحس إن الدنيا اتشتتت عندك تيجي هنا. أنا لو اتقفل عليا القبر اللي اتقفل على الراجل ده دلوقتي، لو اتقفل عليا القبر الراجل ده اللي ربنا جابنا من المنصورة عشان نمشي في جنازته، واللي ربنا جابنا من المنصورة عشان نقف على قبره، الراجل ده هو لو أنت مكانه دلوقتي واتقفل عليا القبر، الراجل ده دلوقتي بيعمل إيه؟ الراجل ده دلوقتي بيتسأل عن إيه؟ الراجل ده دلوقتي مبسوط من إيه؟ ندمان على إيه؟ أنت لازم تحط نفسك في الموقف ده عشان ما تتفاجئش لما يقول خالق القبر. إيه الحاجة اللي هتندم عليها؟ هتندم على أخ قطعته، هتندم على الليل اللي ضايع مننا وضايع من عمرنا لا نحييه، هتندم على كل اثنين وخميس ما صبتوش، هتتبسط من يوم زي دوت انت واقف صايم وحلقك يعني خلاص نشف ونفسك في بق ميه ولكن انت صابر وصامت، هتندم على ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمه، هو ماشي في الطريق لا جمجمه، عارفين الجمجمه يا جماعه؟ فنظر اليها. احنا ياما شفنا مشاهد موت كتير قوي، يقول لك امبارح مش عارف كام واحد مات فين، وطول ما كلها تفتح نشره الاخبار ميتين على ميتين ومنظر. بص الاول ان ده اسمه موت قبل ما تبص ده مات ليه وده مات فين، الحدث اللي اخطر من ان ده مات ليه وده مات فين وده مات ازاي. الحدث الاخطر ان انت هتموت، ان انت علاقتك بالحياه في لحظه تنتهي. فنظر اليها فحدث نفسه بشيء، فحدث قعد يكلم نفسه. الراجل ده يا جماعه في النهايه سجد لله سبحانه وتعالى، يعني النظر للموت اثر في قلبه، والنظر في الموت خلاه يخرج بنتيجه عمليه. لو انت خرجت من هنا ولم يتغير شيء عملي فيك يبقى انت ما فهمتش المكان اللي هنا، يبقى انت ما اتعصش من المكان اللي هنا. الراجل فسجد فسمع من يقول له انت انت وانا انا، انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفره، ارفع راسك فقد ايه؟ فقد غفرت لك. يعني بسبب زياره واحده للقبور كل الذنوب غفرت. يعني لو انت زرت القبور واتعظت بها اتعاظ حقيقي وتفكرت فيها تفكر حقيقي ممكن قبل ما تخرج من باب البقيع ده اهو ربنا يكون غفر لك كل الذنوب بتاعتك قبل ما تخرج من هنا اهو. ولكن الراجل ده عمل ايه؟ مش شاف منظر الموت وقام عدي، مش شاف منظر الموت وقال يا عيني الله يرحمه ده شكله كان ايه؟ بص للجمجمه، الجمجمه دي كانت بني ادم وكان له مشاعر. انت واخد دكتور وانت ماشي، سمعنا وانت ماشي. تعالوا يا جماعه. وقف قدام القبر المقفول اللي خلاص كل اللي انت هتبقى كده في يوم من الايام، البطن اللي انت قاعد تفكر هتملاها ايه؟ في الفطار في الاكل. الانسان اللي مش هيبقى هنا يا جماعه، الانسان اللي مش عارف حقيقه الدنيا هنا مش عارف حقيقه الدنيا. انت واقف جوه حته من الدار الاخره في الدنيا، انت واقف جوه مكان من الدار الاخره في الدنيا. النعيم اللي تحت رجليك الوقت اعظم من نعيم قصور امراء وملوك الخليج كله، والعذاب اللي تحت رجليك الوقت افظع من عذاب على وجه الارض او اي عذاب على وجه الارض. العذاب اللي تحت رجليك والنعيم اللي تحت رجليك، اقف وبص وفكر، شوف انت هتخرج من هنا بايه. فنظر اليها فحدث نفسه، بدا يكلم نفسه، بدا يفكر، فكر مع نفسك
لو انت عايز تخرج من هنا وانت ربنا غافل ليه؟ فقال اللهم انت انت وانا انا. اول ما وقف هنا عرف مين هو ربنا ومين هو الانسان. انت بس محتاج نظرتين هنا اهوت عشان تفهم كل حاجه. محتاج نظرتين، نظره لفوق ونظره لتحت. نظره لفوق الى السماء حيث ملائكة سبع سماوات لا تكف عن العبادة لحظة، وعرش الله وحجاب النور والجنة. نظرة لفوق تعرفك من هو ربنا، ونظرة لتحت الطين والعفن وكل حاجة في الأجساد تعفنت والأجفان تمزقت واسودت، تعرفك مين انت. فالراجل لما وقف في المقابر افتكر مين هو ربنا ومين هو الإنسان، فقال اللهم أنت أنت وأنا أنا. هي دي انك انت تخرج من هنا عارف نفسك وعارف ربنا، عارف من هو الحميد المجيد وعارف من هو الفاني، العلقة المطلقة التراب الحقير المفتقد الى الله. اللهم انت انت وانا انا، انت العواد بالمغفرة وانا العواد بالذنوب. ثم سجد، يعني خد قرار عملي، يعني المنظر الموت اثر في تأثير عملي. فسمع صوتا يقول له، وده دلالة اخوانا، يعني حينما يعني يناجي الله عبد او يأمر الله ملك ان يرد على عبد، معناها ان اللي بيعمل العبادة دي نادر، اللي بيجي في المقابر عشان يتفكر في الموت نادر، وان العبادة دي غالية عند ربنا، لدرجة ان اللي وقف قدام منظر الموت ربنا ارسل له من يرد عليه. فقال انت انت وانا انا، انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك غفرت لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول برضو في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان ملأ من بني اسرائيل ذهبوا الى المقابر فقالوا لو ان الله احيا لنا ميته فنسأله عن الموت. لو واحد اخوانا من المليون واحد اللي حوالينا دول ربنا قومه بس، احنا مش عايزين الشيخ محمد حسان يكلمنا عن الموت، احنا مش عايزين الشيخ محمد يعقوب يكلمنا، احنا عايزين واحد مات يكلمنا عن الموت، عايزين واحد شاف دخلة ملك الموت عليه دي شكلها ايه، عايزين واحد شاف دخلة ملائكة الموت اللي جايين يتسلموا روحه من ملك الموت عليه دي شكلها ايه، عايزين واحد جرب ان روحه تخرج من الحلقوم هو اللي يكلمنا عن الموت، مش عايزين واحد ما شافش الموت يكلمنا عنه، عايزين واحد داق وعاش ونزل تحت التراب وشاف اول ليله في القبر وشاف ملكين الحساب وعرف كل حاجه في حياه البرزخ ويجي يكلمنا عن الموت. شايفين عقول ما شايفين الناس فكرها ايه؟ فقالوا لو ان الله احيا لنا ميتا فنساله عن الموت. فقالوا هلم بنا نصلي، ويقفوا يصلوا يتوسلوا الى الله ان ربنا يعظهم في امر الموت، ان ربنا يذكرهم في امر الموت. المفروض الانسان المؤمن مشغول بقضيه الموت، لانك انت جاي هنا جاي هنا، انت ده المشهد الاخير في حياه البشر كلهم، الامير والغفير والوزير والغني والفقير وصاحب الفنادق اللي حوالين البقيع واللي ساكن في اوضه غرفه، كل ده المشهد النهائي بتاعه، مفيش واحد المشهد النهائي بتاعه في حياته مختلف عن الثاني. فقالوا هلم بنا نصلي، فبينما هم كذلك اذ قام رجل من بين الاموات فقال اني قد مت منذ 100 عام، انا ميت بقالي 100 سنه لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن. أحد الناس في عرفة من كذا سنة كده، أبوه ميت بقاله في عرفة، شاف إن أبوه بيقول له أنا لسه مخلص الحساب، هو في عرفة شاف الرؤية دي، شاف أبوه بيقول له أنا لسه مخلص الحساب. بيقول المشكلة إن أبويا ميت بقاله 30 سنة. ربنا ما خدينا إن شاء الله. فبيقول المشكله ان ابويا ميت بقاله 30 سنه. هو ممكن انسان يتحاسب في قبره 30 سنه؟ هو ممكن انسان يعيش في الدنيا 40 50 سنه ويتحاسب قدهم في القبر يا جماعه ويتسال؟ فقال اني قد مت منذ 100 عام لم تذهب عني حراره الموت حتى كان الان. حديث حسن عن النبي عليه الصلاه والسلام. فادعوا الله ان يعيدني كما كنت. ادعوا ربنا انه يعيدني كما كنت. خلاص انا عديت من الموت مره، انا مش عايز ادوق الموت ده ثاني، انا مش عايز اقرب من الموت ده ثاني. فتخيلوا ان العبره، اخطر عبره في الحديث ده ايه؟ اخطر عبره ان اللي جم يتدبروا في الموت وعايزين يفهموا ربنا قومهم واحد من بين الاموات، زي الحديث اللي قبله سامع صوتا يقول انت انت وانا انا، ارفع راسك غفرت لك. يعني معناه اللي بيجي يتدبر في الموت ده غالي عند ربنا يا جماعه، يعني معناه عباده التدبر في المقابر ده غالي عند ربنا قد ايه؟ بدر العسكري بيقول لنا اخرجوا يلا، اخرجوا يلا، دي انت في يوم من الايام ممكن تلطم تحت التراب عشان تتقلق، ومعرفش تنفع تتقلق. انت دلوقتي خارج وقدامك فرصه انك انت تخرج، انت مره هتدخل هنا ومفيش حاجه اسمها خروجه، كله يخرج الا انت، انت اللي هتفضل ليوم القيامه قاعد هنا. فانت استعدت للحظه دي ايه؟ عباده التدبر في المقابر دي من العبادات اللي فقدت عندنا، اللي للاسف الشديد للاسف الشديد نسيت عندنا، هجرت عندنا، ان انت كل كذا يوم او كل اسبوع تروح تقف قدام القبر وتقف وتراجع كل حاجه في حياتك،
وتسأل نفسك السؤال اللي الوقت يعني ما عرفش حد عملها وسأل نفسه السؤال ده إلا وخرج بقرارات من المقابر. سؤال لو أنا اتقفل عليا القبر ده الليلة هندم على إيه واتمنى إن أنا كنت أعمله، وهندم على إيه من اللي أنا عملته. هتلاقي حياتك كلها اتحطت قدامك كأن شمس نورت عليها. موقفي من فلان ده كان غلط، والليلة اللي أنا ما قمتهاش دي كانت غلط، والعبادة الفلانية أنا لازم أرجع أعملها، وعلاقتي بأمي أو بأبويا دي لازم أصلحها، والظلم اللي أنا ظلمه لفلان ده لازم أغيره. هتلاقي نفسك فجأة كل حاجة نورت قدامك. المقابر بترسم لك طريق حياتك تاني، بتديك فرصة إنك أنت تفكر في كل حاجة تاني. لما أحد السلف وقف على قبر واحد من الصالحين وهو يدفن فقال: حبست نفسك قبل أن تحبس، حبست نفسك قبل أن تحبس، فما أظنك اليوم إلا من الفائزين. يعني انت قعدت تستعد لليوم ده وقعدت تشتغل لليوم ده. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لما يشوف منظر القبر يبكي، حتى روي عنه انه ظل 3 ايام مريض في بيته بسبب بكاءه من رؤية القبر، ولما يسمع عن القيامة لا يبكي. فقيل له: يعني القيامة شيء مفزع أشد من القبور؟ فقال: إن أمرا هذا أوله. يعني انت في النهاية تبقى حتة بتاعة الحفرة ديت مردوم عليك ومقفول عليك، واحنا قاعدين نمر من بره الله اعلم في ايه تحت دلوقتي، الله اعلم في ايه جوه الوقت، الله اعلم ومن ورائه البرزخ من الى يوم يبعثون، الله اعلم في ايه ساعتها، في ايه في كل القبور اللي حوالينا ايه دلوقتي. انت متخيل ان اللحظه دي هتعدي عليك في حياتك؟ فيا جماعه عباده زياره القبور من العبادات التي تقرب الى الله، تقرب الى الله. وتدبر ساعه خير من عباده سنه، تفكر ساعه خير من عباده سنه. واحنا خارجين اجهد ذهنك دلوقتي في التفكر، اجهد ذهنك دلوقتي انك انت تبص على يمينك وشمالك، اجهد ذهنك انك انت تخرج بمعنى واحد من المعاني من مشهد الموت اللي حواليك، مشهد الموت اللي مالي المكان اللي حواليك. اجهد ذهنك والله اعلم قد ايه حوالينا من ملائكه نعيم وقد ايه حوالينا من ملائكه عذاب. الله وحده يعلم. يعني المفروض ان انت كل قبر من القبور ديت يعني تنسى انه قبر ويتفتح في قلبك ان هو شاشه، شايف جواه مشاهد نعيم وعذاب. المفروض ان اليقين يحول المنظر الميت اللي حواليك ده لمنظر حي، المفروض ان اليقين يحول كل اللي على يمينك وشمالك ده لشاشات، كل شاشه يا اما فيها منظر. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني الاثر اللي في سند الكلام في القبر اما روضه من رياض الجنه او حفر من حفر النار. روضه من رياض الجنه يعني احسن من الساحل الشمالي، يعني احسن من مارين، يعني احسن من شرم الشيخ. يعني تخيل واحد داخل الساحل الشمالي، مش واحد داخل تراب، انت شايف انك انت بتحطه تحت تراب وبتبرد عليه تراب، واحد داخل شرم الشيخ بتاعته هو لوحده، كل النعيم اللي فيها بتاعه هو الواحد. انت متخيل القبر اما روضه او حفره من حفر النار؟ مش واحد داخل يترمى في الحديد والعياذ بالله، مش واحد داخل يترمى في قوات مكان، ده حفره من حفر النار. يعني انت متخيل ان اللي حواليك ده يا اما مثلا الساحل الشمالي ولكن بتاع الجنه بقى، يا اما افران حديد ولكن بتاع الجهنم والعياذ بالله. فممكن يبقى المنظر ده الناس حتى اللي بينعم عن يمنا وشمالنا درجات المنة. حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يفسح له في قبره 70 فراحا، ده حديث. ده في واحد بيقول صلى الله عليه وسلم، في حديث تاني يفسح له مد بصري. يعني درجات التوسعه في القبور نفسها مختلفه من واحد لواحد، درجات التوسعه نفسها في القبور. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك وسع مدخله. يعني ايه وسع مدخله؟ يعني في واحد داخل مثلا بيت الباب بتاعه ضيق جدا، طب ان هو داخل قلبه محفوظ، وواحد داخل قصر الباب بتاعه واسع جدا، طب ان هو دخلت القبر نفسها نوع من انواع النعيم ونوع من انواع العذاب. التفاوت ان في ناس اجسادها بس اللي هنا وارواحها تسبح في الجنه الان وتشرب من انهار الجنه، في ناس ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ارواحها لا تبقى في عرش الله، يعني فوق سدره الجنه معلقه في عرش الله. يعني عرش الله ده اللي هو سقف الفردوس الاعلى، يعني في الفردوس الاعلى، يعني ناس في الفردوس الاعلى دلوقتي، في ناس في قبورها دلوقتي وهي تتنعم، في ناس نايمه. قيل لها: نم نومه العروس فلا يوقظ الا يوم القيامه. يعني قضى 1000 2000 سنه بتوع المقابر نوم، وفي ناس ال 1000 2000 سنه بتوع المقابر نعيم في نعيم، يعرض عليه غدوا وعشيا مشاهد النعيم بتاعته في الجنه. مره يعرض عليه منظر قصر من القصور، مره منظر حريه من الحور، مره منظر تخيل بقى ايه، كل شويه منظر من الجنه جديد، منظر من الجنه جديد، منظر من الجنه جديد، يتشوق الى الجنه. وفي ناس والعياذ بالله من القبور بتطلع على الجنه على طول عدل من الدار للنار، وفي ناس من القبور بتعذب فيها، وفي ناس بتبشر بالنار ثم تنام حتى توقد يوم القيامه. يعني كل اللي حوالينا دول ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. هم درجات عند الله، يعني الموت درجات،
بارك الله في الصايمين. هم درجات عند الله، الموت درجات والقبر درجات، ويوم القيامة ناس واقفة في المقصورة الملكية في ظل عرش الله، وناس دماغها بتغلي كما جاء في أحد الآثار، دماغها بتغلي من حر يوم القيامة في أرض المحشر. العبور من على الصراط درجات، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. ناس بتعدي الصراط مع محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، مع النبي عليه الصلاه والسلام، وناس بتعدي الصراط لوحدها والعياذ بالله، وناس بتعدي الصراط لوحدها. ورايت رجلا يزحف على الصراط ويتعلق مره ويحبو مره، فجاءته صلاته علي فاقامته على قدمي وانقذته. حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يعظمه ابن تيميه رضي الله عنه تعظيما شديدا، فجاءته صلاته عليه فأقامته على قدمي وأنقذته. الصلاة درجات، الجنة درجات، كل حاجة العرض على الله نفسه درجات، كل النظر لوجه الله في الجنة درجات. هناك من يرى الله مرة كل جمعة كل أسبوع، وهناك من يرى الله كل يوم غدوا وعشية بكرة وعشية، وهناك من أباح الله له النظر لوجهه فمتى شاءوا أن ينظروا إلى وجه الله نظروا، يعني كما جاء في بعض الآثار. فكل حاجة درجات، هم درجات عند الله. فانت خارج دلوقتي من الموت الى الحياة مرة تانية، انت خارج دلوقتي من المكان اللي كله موت خارج للدنيا مرة تانية، يعني هتقول ايه بقى؟ يعني انت دلوقتي كأنك كنت بتقول رب ارجعون وخارج تاني، هتقول ايه؟ يعني ايه اللي انت ناوي عليه؟ ايه اللي انت ناوي تعمله؟ تمسكك باليوم اللي انت صايمه في الحر ده زاد ولا لا؟ اقبال نيتك في قيام الليل الليلة زاد ولا لا؟